هلا المباراة بشكل عام أنا بتصور إنه نحن كنا الفريق الأميز والفريق اللي كنا أكثر مستحوذين على الكرة، حتى كان في عندنا فرص أكثر نحن في الهدفين. طبعا تعرضنا لهدف من ضربة جزاء، بتصور إنه حتى ضربة جزاء ممكن تكون مشكوك فيها، يعني ما فيني أحكم 100%، لكن عمليا نقول طبعا كان مشكوك فيها. بالإضافة إنه طبعا فريق الساحل هو فريق طالع من المباراة ربحان فيها خارج أرضه مع نادي الوحدة ربحان 2-0، كانت نتيجة إيجابية. بنفس الوقت نحن كنا بتعرف عم نشارك في بطولة الاتحاد الآسيوي، في عنا تعب في عنا إرهاق، نحن ما عم نرتاح نهائيا نتيجة السفر الطويل، نتيجة المباراة اللي نحن فريقنا لسه ما قادر إنه يخوض بطولتين، بطولة دوري بطولة الاتحاد الآسيوي، فعنا مجهود عنا إرهاق، لاعبينا مجموعة لاعبين بالشباب، فبتنقصهم لسه الخبرة لهيك مباريات. نفس الوقت نحن انه اليوم انا بتصوري انه الفريق قدموا ما عليه، كانوا جيدين كلاعبين، اضعنا كثير من الفرص يعني بصراحه نحن خاصه بالشوط الثاني كان في عندنا كثير فرص وخاصه بالعشر دقائق الاخيره. بس هي كره القدم دائما انت يعني وقت ما بتحسن تسجل بالاخير ممكن انت تروح نقاط المباراه. بتصور فريق الساحل كان كثير اليوم الحقيقه تفاجات انا باضاعه الوقت الكثير اللي عمال بيستعمل فريق الساحل، مع انه هو كان ربحان 1-0 ونحن كنا ضغطين كثير، كان بامكانه هو حتى يعزز النتيجه لو هو مستغل، لكن هو كان عم يعتمد انه هو ينهي المباراه بنتيجه 1-0، هذا اللي خلانا نحن ضغطين بكل الشوط الثاني. بالاخير بتصور انه كره القدم دائما هي فيها بكون عوامل، احيانا المباراه هي ظرف المباراه بيغير من نتيجتها، لكن بشكل عام قدر الله ما شاء. اكيد نحن كنا نازلين ناخذ 3 نقاط، تعرضنا لصدمه بدايه اللعبه بلنتي قدم علينا 1-0، تلعب انت مع فريق الساحل برضه اكيد لعبه كثير صعبه، تلعب فريق الساحل فريق متميز. الحمد لله حاولنا نرجع الشوط الثاني للعبه وكنا مقدر نتقدم 2-1 ونطلع 3 نقاط، للاسف رب العالمين ما وفقنا. بشكر انا كل اللاعبين واظن طبقنا، الكابتن احمد اعطانا تعليمات طبقناها اظن 60%، الحمد لله كنا الطرف الافضل باللعبه طول الاوقات ما توفقنا. مثل ما الكل شاف المباراه، الفريق قدام عمل، اللاعبين عملوا اللي عليهم وما قصروا ابدا، انا بشكرهم لاعب اكيد. هي كانت نتيجه بتوقع هي كانت بالمتناول، ظروف يعني كنا جول التعادل وارده بكره القدم. نحن لا شك الفريق برتم تصاعدي من لعبه حطين للعبة الوحدة، الحمد لله رب العالمين كان الفريق أموره جيدة، فزنا نتيجة وداء، حتى اليوم قدموا مباراة جيدة. أنت بغض النظر اليوم أي ظرف بضل نادي الاتحاد، نادي أهلي حلب أبو الاتحاد سابقا، نادي كبير اسمه كبير عنده عناصر جيدة، بغض يعني النظر عن أي ظرف هو هنا بالوضع اللي هن فيه، بضل اليوم من يعني من عمالة الفراغ بسوريا. بالاخير الحمد لله رب العالمين، نقطة ايجابية برأيي، ان شاء الله نحن مستمرين وهسه الدوري طويل ونفس طويل. والله النتيجة هي ما بتصير الخاطئة لأنه هي بأرضنا، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله بنقدم مباراة بنادي بحمص بالكرار بنعمل نتيجة إيجابية. راضيين عن أدائكم أرض ملعبك؟ والله الشوط الأول كان مقبول لنا، بس الشوط الثاني شوي عنا عم ننزل شوي، بس إن شاء الله مع الأيام بنعوض إن شاء الله.